لا ما نحكي بقدر نحكي. ما بس شرف انت بس, إيه بس فوت انت على الدعوه. ايه في دعوه شغل الفلاش ده كويس الاناره تمام. انا فوت وخفيت على التصوير هيطلع جسمي حلو. عندنا صديقنا عنده عمل جراحي من 15 سنة تقريبا أدى إلى كسر بالفقرة لثلاثة لخمسة وأدى إلى بداية عجز أو قصور بالحبل بالعصب الوركي في أسفل القدمين. نحن حاليا عم نسوي إعادة تأهيل العمود الفقري لحتى نقوم بتنشيط العصب الوركي بالجهتين جهة اليسار وجهة اليمين. اثنين في وجود نسبة تكلس عالية بين الفقرات بسبب عدم الحركة وضعف الحركة لمدة 15 سنة وعدم انتظام العضلات الجانبية. شغل مروحة على حضرك بوقف لا ما فلو بتنام الليل اليوم سكر سكر الشباك في هواء ما طلعتي انت لا طلع لهون ايوه خلص بس خلي يطلع راسي ما بش يا شباب اعملوا لنا مشاركة مشان الإفادة بس رخي 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 نفسك لا شد لا شد حجلو ثواني ثواني خليك طبيعي طبيعي بلش يتهيئوا العضلات ويترسم نظامي صار في عنا طبقات واضحة مشاهدة في في ثمان مشاهدين ذاك اليوم حسين عمل لنا مشاهدة مشاركة على شو اسمه على المغتربين رفعها على 700 مشاهدة تشرح شوي وشرح ايش في هون ايش في مشان العالم يعني هاي الجلسة الثانية يمكن مو هيك ثالثة الجلسة الثالثة إعادة التأهيل إعادة التأهيل الأخ خالي والصديق والحبيب زميل المهنة حبيب الملايين عنده عمل جراحي مبين منصف الظهر نعتبر نحن اذا قلنا هون السي 7 راح تكون العمل الجراحي من التي 6 لبدايه الفقرات العجزيه عنده بدايه انتفاخ او انتفاخ بسيط مع عن مع الزر مع نهايه الحوض الجانبي اليساري لالتقاء العصب الوركي مع العضله الجانبيه وعنده التقاء ثاني بالجهة الثانية بالزر ثاني هنحرك القدم نأكد من تراوت الإجر والحركة والتأهيل نرجع نحرك الإجر رقم 2 1 2 3 قصام لبيتنا لسه هنا ربنا طق فكر شباك حمود خلتني بس شباك هذا س
سووا مشاركة يا شباب مشان الإفادة، يعني ما تعرفوا بلكي يوصل لحدا معتاز هالفيديو. طبعا هون في عملية يعني. ايه. بدك عملية مو عملية وحشة. عملية فيزيك. واحد معلق؟ عمل رائع. ها؟ معلقين تعليق واحد عمل رائع. من هان؟ محمد جمال النجار. هاي الدكتورة. ايه دكتورة قرب قرب خلينا نحكي مع الدكتورة. مرحبا دكتورة، شلون ان شاء الله بخير، شلون صحتك؟ فهذا صديقنا من تقريبا 15 سنة عامل عمل جراحي. 17 سنة عامل جراحي، عمل جراحي من هون بسبب حادث سير ادى الى انكسار بفقرتين بالليل 3 والليل 4. على الاغلب بالليل 3 الى 4 الى 5. هذا الاثنين ادى الى الخاوة بالعصب الوركي لجهة اليسار وجهة اليمين. نحن حاليا هي الجلسة رقم 3، الأول 3 جلسات عم تكون علاج فيزيائي طبيعي، 2 ومع مرافقة للمساج لحتى لإعادة العضلات للشكل الطبيعي، وعاد تنشيط محور النخاع الشوكي حتى ما يكون في انحراف بوتيرة العمود الفقري لا لليسار ولا لليمين. هي الدكتورة مديرة مركز أبحاث طبية بالجزائر. شوف درجة الحرارة، حط ايدك هون هون هون، حط ايدك هون بدون شو، حط ايدك هون غليان، خذ نفس. خلصت؟ لسه بدك تشيله؟ عندك كمان اليوم طاقة، المرة الماضية سحبنا بس الرقبة ما طاقة احنا الظهر. ما هيك؟ ايه تمام مظبوط؟ ايه اليوم عندك لا تفرسي ترى وانا عطان احسن. اه هو هيك بس بس هون شوي. بس خميس على السريع عشان نستغل درجة حرارة العمود الفقري تكون عملنا سريع، عندنا خمس حركات نظامية بعدين عندنا شد. خليك بس بدون ما تطلع ما يصير مو؟ خلاص وقف وقف خلاص حاج وقف، اعطي مشاركه.